إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد وهب الله تعالى السيدة عائشة رضي الله عنها، وهبها ذكاء فطري وذاكرة قوية، وداها كمان الحفظ السريع، أهلها رب العالمين سبحانه وتعالى عشان تتلقى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعانها بكثير من الوسائل، وهي من هي في رواية الحديث وتعليم المسلمين سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك تفسير القرآن الكريم. رضي الله عنها نشأت في بيت أبيها سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو بيت ربنا سبحانه وتعالى أذن أن يعني نوره بنور الإسلام مبكرا. وهي نفسها حتى بتقول وبتحكي عن سيرتها، بتقول: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. يعني هي نشأت على الإسلام منذ بدايتها، فتربت في هذا البيت العظيم البركات تحت رعاية أبيها
أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هذا الرجل الصحابي العظيم الذي هو أحب رجل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كمان أول من ساند الدعوة الإسلامية وأنفق عليها من يعني أمواله الخاصة عشان ليشتد، وعمل ده خالص لوجه الله الكريم ليشتد بذلك عود الإسلام الحنيف. عاشت أمنا السيدة عائشة في بيت النبوة كذلك بعدما تزوجت بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونهلت رضي الله عنها من المعين النبوي الصافي، وعرفت السيدة عائشة رضي الله عنها بتطلعها الكبير قوي والواسع جدا في طلب أنوار الوحي الشريف عشان تستفيد من العلم والفهم في نفس الوقت. فهي رضي الله عنها كانت مثلا من نبوغها وحرصها على طلب العلم، وفي ده إثبات على إثبات سنة وحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل ده من تأييد الله لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لحفظ الوحي الثاني وهو السنة النبوية المطهرة. تجد من سمات أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ومن شدة حرصها في طلب العلم أنها كانت كثيرة السؤال، كثيرة الاستفسار، شديدة التدقيق والتمحيص والتنقيب، ما فيش حاجة تمر عليها كده إلا لما تفهمها كويس. واشتهرت بذلك رضي الله عنها كما أخبرنا أحد مريديها من التابعين أبو مليكة رضي الله عنه، لما قال إن ستنا عائشة كانت لا تسمع شيئا، تسمع شيء من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما يحدث به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو من القرآن الكريم إلا راجعت فيه حتى تعرفه. كانت دقيقة جدا في طلب العلم، وإنها ما بتفوتش حاجة في طلب العلم، وعلى طول بتسأل، وطبعا السؤال نصف التعلم. ومش كده وبس، ده كانت كمان ستنا عائشة يعني زي ما قلنا إنها كثيرة التدقيق والتمحيص والسؤال عشان تتعلم وعشان تفهم، وما كانتش أسئلتها أسئلة يعني اللي هي لا جدوى من ورائها، لا، دي أسئلة مدققة محققة مفكرة فقيهة مفسرة، فتسأل زي ما سألت النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير اللي كلنا حافظينه، بس عايزين نقف عنده دلوقتي من جانب آخر. طريقتها وهي بتسأل النبي عليه الصلاة والسلام وفقهها في سؤالها، أصل الإنسان لما بيسأل بيبان فكره، بيبان إيه اللي شغله، فهي فقه أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تجلى في سؤالها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، واللي هي روت لنا ما سألت النبي وبما أجابها صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا السيدة عائشة: قلت يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، لو ربنا وفقني كده وفي إحياء الليالي العشر فوفقت لليلة القدر، ما أقول فيها؟ هي عارفة أن الليلة دي العبادة فيها خير من ألف شهر، وأن الليالي دي من الليالي الشريفات، ما هي ليالي أيام وليالي رمضان كلها مباركات، وبالذات ليالي رمضان وبالذات العشر الأواخر اللي فيها ليلة القدر، ما حبيتش الليلة دي تفوت دون أن تفوز وتحظى بدعاء كريم من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي في بيت النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل العشر كان النبي عليه الصلاة والسلام بيستيقظ وبيوقظ أهله للصلاة والذكر، لكن هي عندها نهم في طلب العلم، ما أقول فيها؟ لو أنا عرفت أو ربنا وفقني لليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، ما قل ودل. والعفو يشمل العفو والعافية للإنسان في الدنيا والآخرة، وده من فقه أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ومن توفيق الله لها أن تسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فيأتينا هذه الإجابة وترويها أم المؤمنين وتعلمها الصحابة والتابعين، ويصل إلينا هذا العلم غضا طريا، وده من تأييد الله لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. في بيته طلب للعلم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأطهار،
وكمان الصحابة من الرجال والنساء كله قاعد في جندية طلب العلم، كله حريص على التلقي من حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا من تأييد الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حفظ الله لسنة نبيه المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها هي منذ نعومة أظفارها هي في رحاب الوحي تسمعه في بيت أبيها خليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بيت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي كما ذكرنا وذكر أهل العلم والتحقيق كانت شديدة الذكاء، قوية الذاكرة، مقبلة على العلم بكلها، بالتلقي تتلقى العلم وكمان تحفظ العلم وتسعى بالسؤال للفهم. لقد كانت رضي الله عنها وهي صبية بتلعب تسمع الآية من القرآن فتحفظها وتضبطها، تضبط يعني تضبط مكان نزول الآية، الآية نزلت فين وإمتى نزلت، يعني مش بتحفظ الآية القرآنية بس، لا، ومكان النزول وفين نزلت وما يتعلق بها من الأسباب، كل ده تحفظه أمنا عائشة رضي الله عنها، حيث تقول لقد نزل بمكة، شوف تحديد المكان، هي حفظ الآية نزلت فين على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، وأنا عيلة صغيرة بلعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، في سورة القمر، في آية من آيات سورة القمر. وبتحكي كمان وبتقول رضي الله عنها أمنا السيدة عائشة وما نزلت البقرة ولا النساء إلا وأنا عنده، تعني وهي عند في بيت النبوة الشريف، لأن السيدة عائشة بعد ما انتقلت إلى البيت النبوي الكريم حضرت كتير من نزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن الوحي كان بينزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما ينزل وهي معه وأمنا عائشة معه كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأنا في لحافها. الأمر اللي جعل أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها بتلتقط الآية من فم النبي صلى الله عليه وسلم فتحفظ الآية بقوة وتعي الأحكام وتعي كمان مقاصد الأحكام، فجمعت رضي الله عنها إلى حفظ القرآن معرفة معاني القرآن وأنها تفهم معاني الألفاظ ومرادفتها ومقاصدها وتفسير الآيات، فأصبحت أمنا السيدة عائشة زوج النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أصبحت من كبار المفسرين للقرآن الكريم. ساعدها على كده برضو إنها كانت عندها معرفة شديدة، كانت بارعة في اللغة العربية، صحيح العرب كلهم كانت، لأن ده الفن بتاعهم، دي الثقافة بتاعتهم، كان في حب وعشق للكلمة، إلا إن هي كانت بارعة، عندها دقة في معرفة وحس عالي باللغة العربية، وكانت ملمة بأشعار العرب وآداب العرب، ده برضو ساعدها على إنها تقدر تفهم معاني القرآن وتعلم تلامذتها، ودي لينا وقفة عندها، تعلم تلامذتها من الصحابة رجالا ونساء وبعد كده من التابعين، لأنها ليها مريدين كتير جدا وليها تلامذة كتير جدا رضي الله تعالى عنها. هي ما كانت لتكون كذلك إلا بالتربية النبوية الكريمة، إنه النبي عليه الصلاة والسلام أعد جيل علمي خطير في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين و بآل بيت النبي رضي الله تعالى عنهم، وكذلك صحابة النبي الكرام، كل دول متلقين للعلوم، شيء يصعب معه فوات السنة بأي حال من الأحوال، ولا يقول ذلك إلا مكذب، اللي يقول إن السنة ضاعت ولم تدون ولم تثبت من القرن الأول منذ زمن النبوة، هذا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كانت أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها من كبار المحدثين المتميزين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانت من كبار حفاظ السنة المتقنين الضابطين، كان عندها شدة ضبط، تراجع متن الحديث كويس مع فهم الحديث، وامتازت عن غيرها من الصحابة
انها ايه؟ انها سمعت الاحاديث دي مباشره كده، مشافهه كده من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وانها انفردت رضي الله عنها بروايه احاديث الحقيقه لم يرويها عن النبي عليه الصلاه والسلام غير امنا السيده عائشه لمكانتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بيرجع لامنا السيده عائشه الفضل في نقل السنة النبوية ونشرها بين الناس، وهي رضي الله عنها لو لم تنقل لنا ما تلقته من السنة النبوية المطهرة، هي تلقت كثير من السنة النبوية، لو لم تنقل هذه السنة لضاع قسم كبير منها، خاصة في الأمور اللي في حياة النبي أو اللي هي متعلقة بتصرفات النبي عليه الصلاة والسلام، بالذات في بيت النبوة الشريف وفي تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله، زي ما روت لما سئلت رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، فقالت كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج، ما كانش إلا أنه صلى الله عليه وسلم في خدمة أهل بيته، محتاجين مساعدة في حاجة، محتاجين استحضار شيء، محتاجين مساعدة في البيت. هذا المعنى العظيم اللي نقلته أمنا السيدة عائشة عشان تعلم رجال الأمة كيف كان صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين. كان يكون في مهنة أهله. إيه اللي يشغله عن أهله؟ مش صحابه والخروج والتنطيط والانشغال عن تربية الأولاد والقيام بحق الزوجة والأولاد، لا، اللي كان بتشغله الصلاة، فإذا حضرت الصلاة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي ثم يعود ليكون في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. هي روت لنا هذا الحديث، وكان أمنا السيدة عائشة حفظها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإتقان الحفظ ده كانت هي بتعتبر مرجع كبير جدا للصحابة في أي شيء يختلفوا فيه، أي شيء يقع يعني يبقى فيه نوع من الشك، فأي شيء يختلفوا فيه من الأحاديث بيرجعوا لأمنا السيدة عائشة فيجدون عندها الجواب الشافي اللي بيحسم أي نوع من أنواع الخلاف ما بينهم. وتعال نشوف أحد تلامذة أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، الصحابي الجليل سيدنا أبو هريرة. كان سيدنا أبو هريرة من عادته في تلقي العلم من أمنا السيدة عائشة يدخل مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام كده جنب حجرة أمنا السيدة عائشة، يجلس بجوار الحجرة يسمعها، ماسك يسمع السيدة عائشة ما يحدث به الناس، فيسمعها الحديث اللي هو بيعلمه اللي بيرويه للناس، بيرويه عن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعدين يقول لها، والعلم الذي يعلمه كذلك للناس فهمه، ثم يقول يا صاحبة الحجرة على أمنا السيدة عائشة أتنكرين مما أقول شيئا؟ يا صاحبة الحجرة أتنكرين مما أقول شيئا؟ في حاجة من اللي أنا قلتها أو سمعتها أو عرضتها عليك من العلم تنكرينه علي تراجعيني فيه؟ يعني بياخد منها الإجازة على ما يعلمه للناس. وعلى فكرة سيدنا أبو هريرة ممن روى عن أمنا السيدة عائشة، ممن تلقى العلم على أمنا السيدة عائشة، كان بيراجع على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أمنا السيدة عائشة، فبيراجع معها العلم رضي الله عنها. وده لأنها بلغت درجة كبيرة وعالية في التمكن من العلم، حتى إن هي صارت مرجع كبير للصحابة، وصار حتى كما ورد إنه معاوية في خلافته كان بيكتب إليها الرسائل، الرسائل دي بتبقى عبارة عن أسئلة بيسألها لها، يسألها عن حكم، يسألها عن حديث معين أو عن شيء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما كانش بيطمن ولا يصل إلى اليقين إلا في أي شيء فيه نوع من الخلاف أو شك إلا من غيرها، كان هي المرجع الأساسي حتى يرد عليه
جواب أمنا السيدة عائشة فيبرد صدره ويطمئن لما كان يستعلم عنه، وده من مكانتها العظيمة في تلقي العلم وتلقي الوحي من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك مكانتها في إنها بتعلم العلم للصحابة وللتابعين. فرضي الله عن أمنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن سائر أمهات المؤمنين. واللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد معلم الناس الخير. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قلوب عامرة، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناتنا أون، مرحبا بالجميع. نذكر سريعا بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة، ده اسم صفحتنا. بنتشرف ان احنا بنستقبل اسئلة حضرتكم على الصفحة، بنجيب عنها في اليوم المخصص للرد على اسئلة السادة المشاهدين اللي بيرسلونا عبر صفحتنا اللي هو يوم الاربعاء، وبتكون الاجابات تفصيلية يعني اكثر تفصيلا عن رد في حلقات الهواء. وبنعرض يوم الاربعاء كمان كتابنا، كتاب قلوب عامرة اللي كان بيتذاع يوميا في شهر رمضان المبارك، بنوزعه على مدار العام حلقة كل اسبوع. احنا بنلتقي حضراتكم من السبت الى الاربعاء في تمام الساعة الخامسة بتوقيت جمهورية مصر العربية، من السبت الى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، وفي شريف استقبال اسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة قدر الطاقة. بنحاول نجاوب على أغلب الأسئلة في ذات الحلقة، فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص. يا أستاذ عفاف، أهلا بحضرتك الدكتورة نادية. أهلا بيك يا ست الكل، أهلا وسهلا. شكرا على وقت حضرتك معانا. العفو يا فندم، اتفضلي. والله أنا الحمد لله ربنا من عليا من 13 سنة ولبست نقابي، وكنت بشتغل، وطبعا كان في اختلاط بالرجال فالنقاب كان مريحني كتير. دلوقتي انا بقالي اكتر من 5 سنين في اجازات بسبب اني يعني تعبانه شويه، والنقاب دلوقتي مسبب لي نوع من الضيق لدرجه ان انا ما بقتش بقدر اخرج بسببه، يعني بيتعبني جدا. فهل لو انا استغنيت عن النقاب هل في ذلك يعني اسم او شيء؟ حاضر حاضر، شكرا، زادك الله حرصا على الخير. معانا يا ام سيف. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بحضرتك يا دكتوره، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله يا ست الكل، الحمد لله. شرفت بكلام حضرتك. ربنا يبارك في عمرك ويحفظك ويجعلنا واياكم من سعداء الدارين. امين يا رب. يا ريت تدعي لي بصحه حلو ولولادي بصحه حلو وبنتي بالنجاح. بنتك اسمها ايه؟ اسمها هدير. هدير؟ هدير. حاضر. بصي يا دكتور، انا كان عندي في مشكله لواحده صاحبتي بس هي مش قادره تتكلم مع حضرتك. لا مفيش مشكله، بس قولي لي بالراحه، انا سامعاكي. تمام. هي دلوقتي جوزها اتعثر في الشغل. وهي كانت يعني بتدفع خير، يعني بتزوج على رئيس ايتام وداخله في الخير. دلوقتي حضرتك هي بعد ما جوزها اتعثر كده، فالفلوس اللي كانت بتجيلها دي مفيش فلوس داخله من عند جوزها في يعني، وهي مرتبها قليل. فكانت بتاخد الحاجات اللي داخله دي تصرف، عشان جلتها كانت يعني في دراسه وبتاع، فكانت تصرف على بنتها عشان الدروس. يعني هي اللي كانت بتجيب الحاجات دي من مال الزوج تجوز يتامى؟ امال ايه؟ الحاجات دي كانت بتيجي تبرعات عن طريق الناس بره. وانا يعني كانت بتجوز الناس يعني عن طريقنا. تمام. ناس ايتام. فهي دلوقتي لما تعثر الزوج في العمل اي حاجه بتيجي من الخارج يعني بتاخدها ليها. بس اللي متبرع لاجل، لا ثانيه واحده، المتبرع عشان تجهيز عرايس مش مساعده ناس. لا، تجهيز عرايس بس. تمام. ايوه، تجهيز عرايس، او في مثلا حد اتعثر في ايجار في اكل في شرب بنجيبها كده او كده. تمام. دلوقتي حاليا يعني ما بقتش تدي يعني، بس هي كاتبه كل حاجه، كاتباها كل حاجه بتاخدها كاتباها. يعني الناس يعني المتبرعه بتنفق
في بابين، باب تجهيز العرايس وباب أيوة. سد حاجة المحتاج من طعام أو شراب، تمام؟ تمام؟ أو طيب، إيجار. أيوة أو إيجار، هي اللي بتنفقه وبتاخده حتى اللي كاتباه في طعام وشراب وإيجار ولا في إيه؟ لا بتاخده بقى في الفترة اللي جوزها اتعثر فيها دي، بتاخده ليها بقى تصرف على بيتها. اه بس هي كاتبية يعني، كل حاجة بتيجي من أي حد بره بتكتبها، تمام. عشان بعد يعني ما ربنا يفك يعني كربها كده بقى تدفع الحاجات اللي عليها دي. تمام تمام فانا عايز اعرف الحاجه دي حرام وليها يعني وزر عند ربنا ولا ايه؟ حاضر. أستاذة أسماء، الو، بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذة أسماء اتفضلي. الو، اتفضلي يا فندم. ازاي حضرتك يا دكتور؟ يا رب الحمد لله. فين؟ الحمد لله رب العالمين. دكتور انا مش هطول على حضرتك، بس انا يعني هحاول اختصر على قد ما اقدر يعني. اتفضلي يا فندم. انا عندي 37 سنه ومعايا طفلين، ومامتي وبابايا منفصلين من هما من وانا عندي سنه، تمام. عشت مع جدي فتره، وبعد قبل ما يتوفى بسنتين رحت عشت مع مامتي، تمام. انا حاولت اتقرب كتير من ابويا، هو ابويا مش بيحبني. حاولت اتقرب منه كتير جدا، هو رافضني، رافضني ك ك ك كبنته. انا مش عارفه ايه السبب يعني، انا حاولت كتير ان انا معلش والله يا دكتور انا مش بكذب عليكي في اي كلمه بقولها، بس انا فعلا حاولت كتير. بس هو رافضني، هو مش بيحبني يعني. هو اول ما ساب مامتي راح اتجوز، على درجه ان انا شكيت ان ماما تكون ست يعني مش يعني لا 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 لا. سالت الأصل جدي سالت جدي وجدتي، مامتهم يعني مامت بابا وابو ابويا قبل ما يتوفوا، مفيش حد بيقول على ماما كلمه وحشه. عمتي هو دلوقتي هو ممكن ما كانش متوافق معاها وحصل خلافات فبتؤدي الى كور. انا ماليش دعوه بكل صح ده، مش كل الناس عندها حسن الضبط، ده ضبط الاعصاب والمشاعر. انا حاولت كتير يعني، حاولت كتير، كنت بروح. طيب هو ما زال على قيد الحياه؟ هو موجود. انت ما اتفضلي. انا في الثانويه عامه كنت مبسوطه، وكنت جايبه مجموع حلو جدا في الثانويه العامه، كنت انا عايشه مع امي. رحت عشان اقول له ان انا نجحت وجبت مجموع حلو، قال لي اعتبريني مت وروحي لامك تعمل لك اللي هي عايزاه. ما اكدبش عليك، انا من الوقت ده وانا في حته جوايا كل شويه بدات تتكسر، كل حته كل شويه. انت الكلام ده من قد ايه؟ علي. الكلام ده من انا بقول لحضرتك انا عندي 37 سنه، هم من يا من زمان وانا عندي سنه. وانت من ساعتها ما بتوصليهوش؟ لا انا لغايه تقريبا من 3 شهور وانا كنت على اتصال بيه دايم، حتى لو في المناسبات. طيب، بعد ما ابني عمل سؤال عمليه. السؤال ايه بقى؟ السؤال انا نفسيا انا مش قادره خلاص اتعامل معاه من بعد كذا موقف عمله معايا، ان ابني يبقى ما بين ايد ربنا، وربنا هو بس اللي نجاه، ولا دكتور ولا مستشفى ولا اي خلاص حاجة. انا معلش انا مش عايزه اقطع كلامك، بس مش عاوزاك تسترسلي في الحاجات اللي بتزعلك وتضايقك، وان شاء الله ربنا يوفقنا للاجابه. استاذه سوزان. الو، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله يا استاذه سوزان، اتفضلي. الحمد لله. اتفضلي دكتوره. وانا والدتي لسه متوفيه في شهر 7، شهر 11 اللي فات دوت، وانا والدي سايبني انا واختي وانا عندي سنه، ما يعرفش عننا حاجه، بس طبعا يعني بنحاول ان احنا نقرب منه وكده، بس هو رافض برضه. فماما الحمد لله كبرتنا ودخلتنا كليات وعلمتنا وكده، وجت جهزت اختي عشان اتجوزت وكده، وجهزتني انا كمان، ودلوقتي الديون انا اللي بسبتها عشان هي توفت الله يرحمها في شهر 11. وانا ما كانش معايا حد غيرها هي بس، قاعدين في شقه ايجار مع بعض. فانا وصلت المرحله ان انا بقعد اقول لنفسي يعني ليه ربنا عمل كده؟ ليه اخذ مني ماما في الوقت ده وهو عارف ان انا مليش حد غيرها؟ ساعات بقعد اقول ان انا مش بحب ربنا عشان هو عمل كده، انا هو لا لا بيحبني. لا لا بيحبك،
بس انتي مش عارفة تفهمي حبه صح جل جلاله الله. وما اقولش كلام، ازاي ما اقولش يعني كلام يا انا سوزان، بحب حد هأذيه بالطريقة دي ازاي؟ هو الضر النافع ما ضر الا لينفع. انتي شايفة الضر اللي واقع والامتحان ده شيء وحش، بس هو خير ليكي، هيتبدى ليكي تشوفي ده قريب ان شاء الله ان شاء الله يعني. بس هوني على نفسك واصبري، وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كل حبايبه من سن صغيرة، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام مليانة بحاجات كتير، وسير الصحابة والتابعين وأمثال المؤمنين والمؤمنات اللي بنشوفهم في حياتنا كل يوم بيفقدوا وربنا سبحانه وتعالى بيعوض، بس نصبر كده ونقوى ونعرف ازاي ان احنا نعدي المواقف او الموقف اللي احنا فيه. هسيب حضراتكم للفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدأ في الرد على الأسئلة بإذن الله تعالى. مرحبا بحضراتكم. الأستاذة عفاف بتسأل إنها كانت لابسة النقاب بقالها أكتر من 13 سنة، بعد كده بعد فترة الأخيرة دي حاسة بضيق منه، فهل لو تركت النقاب واكتفت بالزي الشرعي هل تأثم على ذلك؟ وبتقول إن أنا في وقت ما كنت في عمل فيه اختلاط مع الرجال. أنا هجاوب على السؤال وبعدين أصحح بس تعبير عشان تبقى النساء والرجال كل واحد يعرف ما له وما عليه. بالنسبة لترك النقاب أو خلع النقاب، لا مانع من الاكتفاء بالحجاب الشرعي اللي هو بغطي جسمي كله عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين عند من رأى ذلك. يبقى أنا في الحالة دي أنا مغطية كل شيء ما عدا أني كشفت الوجه يا صاحبة السؤال. بالنسبة لأن يبقى لي زمالة في الشغل، كل إنسان الرجل يعرف حدوده والمرأة تعرف حدودها، ما أقولش إن ده اختلاط، أقول ده اسمه لقاء النساء الرجال بالضوابط اللي احنا عارفينها، الأصول المرعية. أنا النهاردة ما أجي أقول أصل كل لقاء النساء برجال اختلاط، لا، الاختلاط هو الشيء المذموم اللي معاه بتضيع الآداب والأحكام الشرعية اللي الشرع علمها لنا في الراجل إزاي يتعلم مع يتعامل مع المرأة الأجنبية عنه، وكذلك المرأة في تعاملها مع الرجال، لأن المجتمع النبوي الشريف كان يلتقي فيه النساء بالرجال ولكن لقاء محمودا ومضبوطا بالضوابط الشرعية. يبقى لقاء النساء الرجال أمر مشروع في ظل أو مع وجود الضوابط الشرعية، أما الاختلاط المنهي عنه هو عند أنه ما فيش بقى أي نوع من الضوابط اللي المفروض، اللي من ضمنها ضوابط في المظهر وضوابط في طريقة الكلام وضوابط في النظر وغيرها من ألوان الضوابط الشرعية اللي الشرع الشريف حضنا عليها. حبيت بس أن احنا نوضح ونبين هذا المعنى. ست أم سيف هي وجد عقوق من الوالدين ومن الوالد، وهي دلوقتي لا قبل ست أم سيف بتتكلم عن ان هي التبرعات، معذرة، فبتقول انه هي التبرعات بتجيلها، فلما بتجيلها التبرعات دي كانت على طول بتنفق في تجهيز العرايس، وفي نفس الوقت ان هي بتسد حاجة المحتاج من اكل وشرب وايجار. فبتقول ان هي صاحبتها اللي ماسكه هذا الامر، الزوج حصل معاه تعثر في العمل، فهي دلوقتي بدات تاخد على قدر الحاجه اللي تاكلهم تشربهم، وكاتبه كل ده الى ان يجد العمل. الاصل في التبرع يا ست ام سيف ان يكون على نيه صاحبه، يعني انا النهارده بعلن اني كمكان بتلقى تبرعات، او انا واحده مشهوره معلومه باني امينه، وان انا نيه صاحب التبرع، او ان انا بعلن ان المكان ده بيجهز البنات، بيطعم المحتاج، بيدفع الايجار، يبقى جاي عارف انه هيعمل كده او انه يسد الحاجات احتياج الناس العاجل.
يبقى المفترض اني اقتصر في اللي انا بانفقه من الامانات اللي بين ايديا على نية المتبرع، ولا تتحول القائمة على هذه الامانات عن هذه النية الا باعلام المتبرع. طيب باعلام المتبرع، طب انا هأحرج اروح اقول له ان انا اصبحت من اهل الحاجة؟ على الاقل بأؤكد على اللي بيتبرعوا حتى من دون ذكر اسمي، يا جماعة أنا باخد لكن عندي أسر، وتوصفي وضعك، لكن هم مش عايزين يعرفوا نفسهم، محتاجين كذا وكذا وكذا، ما تجيزوا من هذا المال؟ فباخد إذن المتبرع من غير ما تقول اسمه. كما أنه عايز أؤكد على نقطة مهمة، أنه لا يجوز اقتراض أموال التبرعات إلا بعلم صاحبها. أنا النهاردة في أمانات وأنا مش أهل حاجة وعايزة أقترض الأموال دي، أرجع لأصحابها للاقتراض. أما لو أنا أصبحت من أهل الحاجة وإن أنا محتاجة هذه الأموال، يبقى أنا بعرفهم بس إنها مش هتروح لستر العرايس، هي رايحة تأكل وتشرب من باب التأكيد في أسرة وضعها كذا وكذا وكذا، وتوصيف الحال، وياخد الإنسان على قدر ما يسد به الضرورة بتاعته دي مع الاستئذان من المتبرع حتى ولو لم تذكر الاسم. ولا مانع برضو إن حضرتك تطلبي لنفسك شيء بعلم أصحاب الأموال اللي هو القائمين عليها، يعني إن أنت هتاخدي إذن منهم يدوكي بعض من هذا المال لإدارة هذه التبرعات. أنا بس بقول لك أكثر من خيار لتبلغيه لصديقتك يا ست أم سيف. الأستاذة أسماء اللي بتسأل عن والدها، إنها 37 سنة وهم سايبين بعض، وهي سنها صغير، كانت عايشة مع جدها، وبعد كده قبل عاشت مع والدتها سنتين، بتحاول تتواصل مع الوالد لكن في جفاء شديد وفي غلظة في التعامل، فهي بتبكي إن هي بتصل وهو لا يريد أن يصلها، هو واقع في عقوق ابنته لا يصل ابنته. انت بتقولي انا ما بقتش قادره اتعامل معاه، فهل اقسم؟ اعرفي ان احنا في الدنيا في امتحانات متواليه ومتصله، واكيد ان انا في كل ماده من مواد الامتحان عايز اعدي، والانسان مش هيعدي الا بالصبر، انه يتحمل ما يمر به، وانه يؤدي ما عليه قدر الطاقه، ويحسن الى من اساء اليه، وبالذات الوالد والوالده، السبب على الاقل سبب كان سبب في وجودي في هذه الحياة بأمر الله تعالى. أنا شايفة ما تحمليش نفسك فوق الطاقة، وإنك تقفلي الطريقة دي أو تقفلي الباب على عقلك من التفكير في هذا الاتجاه، عشان ما تفتحيش أبواب للشيطان. ليس عليك سوى البر والسؤال عليه، ولو هو لو أثر فيما يجب عليه فهو آثم وربنا هيحاسبه، لكن أنا عايزة لما أقف بين يدي الكريم أكون أديت الحقوق التي علي، وأسأل وأبر حتى وإن ظلمني، حتى وإن قصر في المناسبات، أسأل من وقت للتاني، أقول له أنا مش عايزة منك غير الدعاء، ما يقول لك أنا مت واعتبريني، قولي له إزاي ربنا يبارك في عمرك، أنت أبويا، أنا مش عايزة منك غير الدعاء، مش عايزة منك غير كذا، ما يدعيش حتى بري، وقول يا رب أنا يعني أرجو بهذا العمل وجهك الكريم، وصبرك على ده واحتسابك، احتساب الأجر، إنك بتعملي شيء شاق على نفس الإنسان، أن يصل الإنسان أبوه وبعدين يجد أبوه بهذه الغلظة، ده شيء مش سهل وصعب وبيوجع، فأنت صبرانة عشان عايزة تأدي اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك به، حتى وإن كان الأب قصر فيما يقوم به. يعني إحنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا أهلا للخير، اللهم أمين. سوزان، أنا بس مش عايزة أقفل الحلقة قبل ما أكلمك. يا سوزان، يا والدتك توفيت وأنت بقيتي لوحدك وزعلانة، وبتقولي ربنا أنك زعلانة منه، إحنا النظر بتاعنا في تقييم الأمور قاصر جدا، بنبص تحت رجلينا. ما منع سبحانه وتعالى إلا ليعطي سبحانه. انتظري وشوفي وشوفة إن شاء الله هتشوفي أثر ذلك. الحياة مقبولة على إيه؟ الحياة أساسها على التغيير وعلى الرحيل وعلى الفقد، وهي كده إحنا أغيار، دي حياتنا. ما هو أنا لما بقى فاهم طبيعة الحياة الدنيا بتهون علي المصائب، وبيخف علي ألم الأوجاع والامتحانات، وربنا أمرنا وقال لنا إن إحنا نصبر، وأهم حاجة إنك تعملي دلوقتي اللي يحقق سعادة الأم اللي هي شايفاكي وكل حاجة عنك بتصلها. اقرأي القرآن وهبلها الثواب، اعملي خير، ادعي لها،
وابتدي قولي ان شاء الله انا هنجح، وخدي باسباب النجاح، وسالي الله الفرج، وسالي الله سبحانه وتعالى انه يمدك بمدده الحي الباقي ان يوفقك ويكتب لك التوفيق. وكتري من الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، انزلي شاركي في نشاطات كتيره، العبي رياضه، اشغلي وقتك عشان ما تبقيش حبيسه هذه الافكار التي لن تجدي، وقدام هتندمي انك انت قلتي مثل هذا الكلام يا سوزان. ربنا يشرح صدرك وييسر أمرك إن شاء الله. اللهم أمين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الأولين، وصلي وسلم عليه في الآخرين، وصلي وسلم عليه يا مولانا في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك بمحمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحي نسألك نصرا عزيزا، نسألك فتحا مبينا، نسألك عزا عظيما. يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير، نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا. اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين. اللهم أمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.